اعتصم مالكو محال تجارية في محيط جامعة الألقاء التطبيقية في مدينة أصلت احتجاجا على سياسات الجامعة في تطبيق التعليم عن بعد بنسب أعلى من غيرها من الجامعات بحسب شكواهم، ما يؤثر سلبا على الحركة التجارية في المنطقة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. إغلاق محل وتسريح موظفين وتراكم ديون، ظروف ليس سببها ضعف الحركة التجارية فحسب، وإنما قرار تحويل الدراسة عن بعد في جامعة البلقاء التطبيقية بحسب تجار ومواطنين. هذه الجامعة أسست وحولت من كلية السلطة جامعة البلقاء لتنمية المجتمع المحلي. مجتمع محلي يشمل محلات، يشمل وسائل نقل، باصات، تكاسي، السلطة كلها بتشتغل لما تشتغل جامعة البلقاء. لما تشتغل جامعة البلقاء والطلاب يجوا كل السلطة بتشتغل. هذا حالنا، وهي وسط محلاتنا وهي كل شيء. أصحاب محلات أغلقت، في أصحاب محلات فتحت محلات أغلقت، تراكمت عليها ديون. وسلامتك. أصحاب محلات عندها مطاعم عندها 30 موظف روح نصهم ما قدر يغطي مصاريفهم، لأنه ما عنده عائد ولا عنده طلبة براجع المطعم. أصحاب مكتبات اللي عنده أربعة وخمسة وعنده موظفين وعنده كذا، الآن اشتمل على موظف موظفين اثنين. بس إنه مشي يومه يمشي مصروفه ويسد أجار محله. أنا كمطعم جامعة البلقاء بالأيام اللي بالسنوات اللي راحت كنا نشهد يعني كثافة للطلاب. من بعد تقريبا كورونا الأوضاع صارت كلياتها أونلاين، والدوام كله أونلاين، والشارع كله سكر، الموظفين قلت بالمطاعم، يعني المحلات كل أكثرتها سكرت زي ما بتشوف، هي كلها عرض محلات للبيع، وأكثر محلات عرض محلات للأجار. هي جامعة تطبيقية ولكن تحولت كلها إلى أونلاين. كويس، صرحنا موظفين بعدد كبير من خلال سياسة أو نهج الأونلاين في جامعة البلقاء. شباب ما شاء الله عليهم أخذوا قروض وبنوا نفسهم من نفسهم، واخذوا قروض وفتحوا مصالح أمام باب الجامعة البلقاء التطبيقية. الله يعطيهم ألف عافية، وهذا جهودهم مشكورة. وللأسف الشديد أنه بعانوا من موضوع الأونلاين، كونه يعني في نسبة عالية ما بتداوم بالجامعة، وهذا بالنسبة له قطع أرزاق لهذول المحلات اللي موجودة على مدخل جامعة البلقاء. لم يكفي أصحاب المحلات هنا تراجع المبيعات وتقلصها، ليأتي قرار التعليم عن بعد ناهيا أحلام تجارها بالاستمرار. عبد الله خريسات، رؤية. إذن مشاهدينا، نفتح هذا الموضوع ونطرح جميع التساؤلات على كافة المعنيين، والبداية ستكون مع سيد سعد الحياري رئيس غرفة تجارة السلط. نرحب به، أهلا بك سيد سعد معنا. يعني إذن سيد سعد، نتحدث بداية عن قرار جامعة العلوم التطبيقية بتحويل بعض التخصصات ودوام بعض التخصصات الجامعية عن بعد وانعكاسه على الحركة التجارية في مدينة السلط. أخت إخلاص مساء الخير. مساء النور. أنا سمعت جزء من الملاحظات اللي حكوها إخواننا أصحاب المنشآت التجارية اللي محاذي لجامعة البلقاء التطبيقية. اليوم الجامعة كان هاي إلها مدخل رئيسي واحد. طبعا إحنا بالبداية يعني لما نبلغ بأنه هناك يعني خلنا نقول مطالب، ما هي اعتصام، هي مطالب من التجار. اليوم كانت هاي الجامعة إلها مدخل واحد، اليوم صار إلها خمس مداخل، فبالتالي صار حجم المنشآت التجارية المحيطة بالجامعة تضاعف خمس مرات، فبالتالي شغلة طبيعية إنه تقل القوة الشرائية لأصحاب المحلات. اليوم ما قامت به جامعة البلقاء لم تقم به جامعة البلقاء منفردة، هاي السياسة سياسة وزارة التعليم العالي، فالدراسة هي بعد كورونا أصبحت يعني جزء منها، وخاصة السنة الأولى فهي عن بعد. باقي السنوات بتكون المحاضرات كلها يعني بحضور كافة الطلاب. واليوم بجوز عدد التوكيت، هو التوكيت الآن إحنا في فترة صيفية، مش كل الطلاب خلنا نقول بيداوموا بالجامعة، وأيضا برضو هم بيشكوا التجار اللي حواليها، مش دفاع عن الجامعة ولا دفاع،
اليوم اصلا كل كليه فيها كافتيريا والى اخره، فالطالب جزء منهم ما بخرج خارج اطار الجامعه. نعم. فطبعا بالاضافه انه الوضع العام يعني على مستوى البلد الان احنا عندنا في ضعف بالقوه الشرائيه، قله النقد، يعني الظرف عام، مش انه انا بدي ادافع عن سياسه رئيس الجامعه، لا، الوضع خلنا نقول على مستوى الأردن، على مستوى كافة المنشآت التجارية. طيب، بعيدا عن الجامعة العلوم التطبيقية، اليوم هناك شكاوى وهناك محال تغلق وهناك محال معروضة للبيع. بعيدا عن جامعة بعيدا عن جامعة البلقاء التطبيقية، نتحدث عن محال تجارية تم إغلاقها أولا، ومحال أخرى معروضة للبيع، هناك شكاوى من قلة الحركة. أنتم كغرفة تجارة السلط، ما دوركم في يعني تعويض التجار أو في يعني تنشيط الحركة التجارية في محافظة السلط؟ أيضا هل هناك كان لديكم مطالبات من الجهات المعنية لتحسين وضع التاجر في محافظة السلط؟ يعني شوفي، احنا بالمجمل احنا مش كغرفة صح، احنا بنمثل القطاع التجاري. نعم. على مستوى الأردن سواء داخل الأردن أو خارج الأردن، إلا أنه احنا دائما منطالب دائما أصحاب القرار أنه عند اتخاذ أي قرار انه يتجنبوا السلبيات اللي ممكن تاثر على القطاع التجاري، لانه احنا سواء القطاع الخاص او القطاع العام احنا شركاء، فاحنا دائما بنامل من المسؤول وصانع او صاحب القرار انه لما بظل الظروف الصعبه حتى اللي بتمر، انه يعني اذا في قرار، خلنا نقول احنا كلياتنا بلد قانون هون ومؤسسات، بالتالي صاحب القرار هو بده ينفذ هالقانون، لانه احنا دوله مؤسسات، الا انه احنا مرات حتى الانظمه والى اخره ممكن التاجيل لظرف ما لا ما، يعني بتتذكري مثلا كورونا كيف مثلا الضمان الاجتماعي البنك المركزي يعني خلنا نقول دعم القطاعات التجاريه بكافه اشكالها. فاحنا بنتمنى دائما يعني اليوم مثل رؤساء الجامعات حتى على مستوى الاردن، اكيد يعني القطاع الخاص لما بيجي واحد يفكر يعمل منشاه طبعا هو بكون باني امال. صح احنا ما بنجي بنحمل رئيس الجامعه، انا ما في عقد بيني وبين التاجر انه انا بدي افتح المحل، اليوم انا عندي مستشفى بنا بيجي بيفتح بجنبه صيدليه، انا ما بقدر اجي اقول لوزاره الصحه الزم انه على هالمستشفى انه ممنوع تشتروا دواء الا من هالصيدليه. يعني يوم القطاع الخاص طبعا يعني هو بغامر براس المال. نتمنى دائما من المسؤول انه قدر الامكان انه اذا في سلبيات يتجنبها، هاي مطلبنا احنا. طيب، عندك احصائيات سيدي حول عدد العمال او عدد اصحاب المصالح المتضررين والذين قاموا باغلاق محلهم؟ احصائيات وارقام نتحدث الان. يعني احنا اليوم لما بتقولي عن احصائيات، انا بحكي عن مساحه معينه 2 كيلو هي المحيطه. نعم. يعني اليوم انا عندي مثلا 6000 منتسب، 6000 منتسب، لما بعمل مقارنه سنه ال 24 وال 23 انا بي ناس بخرجوا من السوق وبي ناس بدخلوا من السوق. صح انه في ضعف، بس اليوم النسبه بتكون مش عاليه لانه كل يوم ناس بيجدد بيفتح منشأة وناس بيغلق، بس هذول المحلات كليات الموجودة يعني باعتقادي لعباب الجامعة الرئيسي اللي كان كل المحلات ما بتجاوز 15-20 محل، بس مش كليات المسكرات، إذا واحد ما توفقش أو المصلحة انفتح أبواب ثانية للجامعة صارت رئيسية، صارت القوة الشرائية أكثر، لأنه هاي جامعة البلقاء تم ربطها بشارع الستين، فبالتالي اليوم شغلة طبيعية أنه المواطن بيجي على الطريق الأسهل، فصار حجم اللي بيدخلوا على المدخل الجانبي او خلينا نقول اللي صار الجداد اكثر من القديم. فالقديم ليش؟ لانه مر من احياء سكنيه، فبالتالي هاي شغله طبيعيه. يعني ما بقدر انا اجي اقول والله انا انه تم الاغلاق، مش عندي انا نفق صار جديد وسكر عندي 100 باب، يعني محلين ثلاثه اللي نعم. اللي اغلقن او خفت مبيعاتها. نعم. هناك أيضا شكاوى من أصحاب المواصلات، أصحاب الباصات العمومي والخصوصي وغيرها. أطلب منك سيدي أن تبقى معنا سيد سعد لأن ننتقل إلى الدكتور زكريا العطيات المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية. أهلا بك دكتور زكريا. إذن ما سبب اعتمادكم في جامعة البلقاء التطبيقية لنظام التعليم عن بعد، وهل هذا ينسحب على كل التخصصات أم تخصصات دون غيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
بادئ الامر بحب امسي على قائد الوطن وعلى ولي العهد المحبوب حفظهم الله ورعاهم، ونسال دائما ان يحفظ وطننا الغالي واردنا الغالي عزيز الشامخ. اللهم امين. وكمان تحياتي الى لك الاعلامي المحترمه الست اشرف العتوم ولفريق عمل برنامج هنا نبدا. كمان تحياتي لضيفنا الكريم الاستاذ والاخ الصديق سعد الحياري غرفه تجاره السلطه، والى جميع المستمعين الكرام. اول معلومه انه جامعه القاهره التطبيقيه تطرح جميع موادها اونلاين عن بعد بشكل كامل، هذا عاري عن الصحه. وبحب اشير انه جامعه القاهره التطبيقيه هي جامعه حكوميه تلتزم بالانظمه والتعليمات والتشريعات الناظمه والصادره من وزاره التعليم العالي، ولا يخفى على الجميع انه صدر نظام وقانون اندماج التعليم العالي استناد للماده 6 برقم 69 سنه 21، وعمل به من تاريخ اصدار هذه الاسس. وجدت هذه الاسس محدده لنسب التعليم بشكل واضح، يعني اذا في البند الاول التزمت في جميع الجامعات الحكوميه الوطنيه تعليم عن بعد 20% من ساعات الخطه للكلي الخطه الدراسيه، 40 ل 60% المدمج بالوجاهي اذا كان متخصصات الانسانيه، و 30 الى 50% في المدمج اذا كان متخصصات العلميه او التقنيه او الطبيه. يعني كان نسب واضحه ونسب تلتزم بها جامعه القاء التطبيقيه. اسس الاندماج طبيعه تدريسها تلتزم بها جامعه بلقاء كما تلتزم وملزمه فيها باقي الجامعات الحكوميه سواء الحكوميه او الخاصه او نقول جامعاتنا الوطنيه. بحب اكد هون يعني على محور اللي هو اتحدث عن فصل الصيف الحالي اللي هو محور الحديث. نعم. اذا بتكلموا عن انخفاض اعداد الطلبه فيه، فمعروف انه فصل الصيف هو ليس فصل رئيسي، يعني عاده يطرح بالفصل ما يزيد عن 60% من مواد الفصل الدراسي الاول والثاني، وبالطبيعه نسبه التسجيل منخفضه مقارنه عن الفصل الاول والثاني. كمان تسجيل الفصل الصيفي هو اختياري وليس ملزم لكل طالب. اذا بنتكلم عن الفصل الصيفي بخصوصيه مطلقه وثمان اسابيع من في فتره الامتحانات النصفيه. نعم. غالب التدريس في فصل الصيفي الطالب بيختار من خطته، غالبيه الطلبه بتوجهوا الى المواد المدمجه او الاونلاين اكثر من المواد الوجاهيه. كمان انه تعرف انه الفصل الصيفي عدد ساعاته اقل من عدد ساعات الفصل الاول الدراسي او الثاني، يعني بحد اعلى 10 ساعات، يعني من مادتين الى ثلاث اربع مواد كحد اعلى، مش زي باقي الفصول الباقي من 6 الى 7 مواد، فهذا شيء طبيعي رح يؤدي الى انخفاض. اذا بدك اتكلم بشق يعني يخص القبول والتسجيل وجعلت البقاء التطبيقيه، لان البقاء التطبيقيه انسجمت مع الاراده الملكيه الداميه والتوجهات للتطور التكنولوجي، حوصلت جميع خدمات الالكترونيه الى اتمته، يعني الحمد لله في وقت قبول والتسجيل جميع خدماتهم اتمته. سابقا كان في مثل هاي الفتره فتره اصدار النتائج الثانويه او القبولات تجمهر الاهالي والطلاب وتواجدهم في الجامعه، اليوم بوابات القبول الالكترونيه اللي سحبوا الاضافه الالكتروني اللي تاجيل الكتروني انقطاع الكتروني، ما عاد في حاجه لتجمهر الطلاب بنماذج ورقيه سواء في العمادات او في صالات القبول والتسجيل، صار في تحول رقمي كامل الخدمات اللوجستيه مش كتعليم. اذا بنتكلم يعني كحق الرد من منظور اخر، انا بحب اكد اول شيء الجامعه ليس طرف في هذا الموضوع نهائيا. نعم، يعني افهم من كلامك دكتور زكريا بان هناك لا يوجد اي اتفاقيات ما بين جامعه البلقاء التطبيقيه وهؤلاء طبعاً التجار بشان يعني مصالحهم التجاريه انها مربوطه بفترات دوام الطلبه ام لا؟ لا اكيد مطلقا اول شيء لا يوجد العلاقه للجامعه في هذا الموضوع نهائيا، ولا يوجد اتفاقيات بين التجار وبين الجامعه، والجامعة هي مع المجتمع مش ضد المجتمع وليس ضد التجار، لكن احنا مش سبب رئيسي. اذا بدي اوضح يعني بعض النقاط ممكن تكون لها سبب لكن احنا لسه طرف فيها. هلا تعرف انه داخل الجامعات وكل الجامعات الاردنية والحكومية يوجد اكشاك، احنا عندنا في عندنا اكشاك تخدم الطلبة موزع بجانب كل مبنى، يعني بعتقد فترة الاستراحة بين المحاضرة الأولى والثانية ما بتزيد 10 دقائق، كلنا طلاب وانت كنت طالبة. طبعا بعتقد انه طالب يترك محاضرته ويطلع خارج الجامعة بالضبط يرجع للمحاضرة، وفي خدم في كشك بخدمه بجانب كليته، بكل كليتي اكشاك داخلية تخدم ابنائنا الطلبة، الجامعة مش بوابة رئيسية فقط، الجامعة لها خمس ابواب متاحة امام الطلبة للدخول والخروج، وليس البوابة الرئيسية محور الحديث المحلات التجارية هي البوابة الوحيدة للدخول وخروج الطلبة. إذا بدي أتكلم كمان في ممكن يكون عوامل أخرى، شارع 60 هسه معروف في الأردن هو شارع عالم وشارع سياحي. شارع هذا حيوي قريب من مدخل الجامعة، مخدوم أيضا في المطاعم والكافيتيريات. نعم، أنا بدي أشكرك دكتور زكريا، بدي أشكرك شكرا جزيلا دكتور زكريا العطيات المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية على كل هذه الإيضاحات.